الجمهور الفلسطيني على التضرع. طبعا برضه كل الشكر والتقدير في محمد ممكن بحثه رقم واحد. احنا بمبادرة من عدد من الجمعيات الاجتماعية في طول كرم، جمعية العمل الاجتماعي، جمعية ابدأ الحياة النسائية، وجمعية الأمل، قاموا بمبادرة أو بفكرة لتشكيل جسم جديد أو لجنة لمتابعة القضايا المجتمعية وحث المجتمع على التبرع بالأعضاء. طبعا احنا استقبلنا هذه الفكرة الخلاقة، واحنا دائما بنأيد الإبداعات والأفكار الجديدة. وتداعينا لهذا الاجتماع طبعا سنة يعني اليوم إن شاء الله سنوفق في تشكيل هذا الجسم، مراعين الأصول الدينية والأعراف المجتمعية والقوانين المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية. إحنا اليوم عندنا مبادرة صدرت عن ثلاث جمعيات، وهي جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وجمعية لجان العمل الاجتماعي، وجمعية ابدأ الحياة الخيرية. هدف هذه المبادرة تفعيل موضوع التبرع في الأعضاء الذي صدر به مشروع قرار ووافق عليه سيادة الرئيس أبو مازن، الذي صدر بالأشهر الماضية القليلة. إحنا اليوم بدنا نكون أحد المبادرين لتفعيل هذا القانون على أرض الواقع للتخفيف من معاناة المرضى، والتخفيف أيضا من الكلفة والثقل الزائد على الحكومة، لأنه بصراحة العدد فيه ازدياد بغض النظر عن نوع المرض، كلى، قلب، رئة، هناك أعداد متزايدة بشكل غير طبيعي. فهذا الموضوع يساعد على التخفيف من معاناة المريض ويحافظ على النفس البشرية، وبذلك نخفف على الحكومة من هذا الثقل. ونأمل من الله أن يوفقنا وأن نكون يدا بيد، وأننا نناشد المجتمع الكرمي بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام للتوحد والمواكبة على الثقافة والتوعية لهذا الموضوع. وأنه هون أنا بقول ممكن يكون أي شخص فينا بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو أي شيء أو وضعه الصحي يكون في هذا المكان. نحن نتمنى الشفاء العاجل للمرضى ونتمنى السلامة للجميع، ولكن لنكون يدا بيد لنحارب هذا المرض وهذا الموضوع، ونكون من المبادرين في موضوع التبرع في الأعضاء.